هذا الأداء والعرض المميز في هذه المسيرة والانطلاق والتحدي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نسير على صدارة، نسير على المقدمة، وهنا في الانطلاق الأسد لمحمد بن سعيد بن محمد لحبابي من يأتينا على صدارة، وعلى المركز الأول الذيب، في المركز الثاني لحمدان بن سعيد بن يابر من ينطلق على المركز الثاني، والأسد على المركز الثالث، صالح بن حمد بن قمرة المري من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع ياتي معاند على المركز الرابع راشد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي، وفي المركز الخامس ينطلق هنا الشلال لسعيد بن مطر بن مصبح بن فرحة الكتبي من يأتينا على المركز الخامس، وسادس المراكز وصل صغان يمعى بن عبيد بن محمد بن دبيلة الفلاسي من يأتينا مع صغان في هذا الانطلاق الجميل هنا سادسا، وفي المركز السابع يتواجد سلهود لسعيد بن سالم بن واس لقتبي، وفي المركز الثامن هملول سيف بن مصبح بن كاسب المسافري من يأتينا على المركز الثامن، وفي المركز التاسع معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان من ينطلق في هذه اللحظات سابعا، وفي المركز الثامن هتاشاتي على المركز الثامن في هذا الانطلاق، هنا راشد بن عامر بن نعفوس المنصوري، ولكن ارم عزم من الجانب الاخر قادم بكل قوة، هنا معزم مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج لقتبي مع معزم بهذا الانطلاق، معزم بهذا الأداء الجميل، ذعناه في المركز العاشر، ها هو يتسلل من مركز إلى مركز، هو في طريقة هنا، ولكن هنا الله القادم أيضا أحلى ما يبنى له طاري السكب أول مرة هنذيعه السكب قال الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، ووصل في هذه اللحظات وبران خالد بن حميد بن حارب المهيري، ولكن نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، وإلى هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط، الشلال لسعيد بن مطر بن مصبح بن فرحة لقتبي على صدارة على المقدمة على المركز الأول، سلام للهير، سلام على هذا الأداء المميز هنا أيضا في هذا الانطلاق للشلال، تهانينا لسعيد بن مطر بن مصبح بن فرحة لقتبي على فوز الشلال بالمركز الأول، تهانينا والناموس ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز معلن الناموس هنا بدون أي أوامر تذكر، ولحظة وصوله إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل، المركز الثاني النصر جابر بن حمد بن محمد بن عفير المري معاند، في المركز الثالث راشد بن سالم بن راهد بن رقراق المزروعي، وبران في المركز الرابع خالد بن حميد بن حارب المهيري، وهنا يأتي معزم على المركز الخامس مطر بن حمد بن عبد الله بن هلاق لقتبي، وسادسا ذيب لحمدان بن سعيد بن يابر، سابعا من وصل الثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة، وهنا 13 دقيقة 29 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام الشلال، تهانينا لسيد سعيد بن مطر بن مصبح بن فرحة لقتبي، النصر أتى على المركز الثاني جابر بن حمد بن محمد بن عفير المري، 13 دقيقة 31 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني، أما على ثالث المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصل هنا معاند راشد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي من وصل على المركز الثالث وسجل توقيت الزمن مقداره 13 دقيقة 34 ثانية جزء واحد من الثانية. تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم، انطلاقة سليمة للشوط الخامس وبداية الجولة الثانية في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، وهذه الانطلاقات